عقدت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الجلسة الأولى من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي برئاسة عادل العسومي رئيس البرلمان الجديد. هذا وناقشت الجلسة التطورات السياسية والأمنية في العالم العربي، خاصة تطورات الأوضاع في اليمن وليبيا ولبنان والعراق. وفي كلمته خلال الجلسة أكد رئيس البرلمان رفض التدخلات الخارجية في شؤون العالم العربي، مؤكدا أن البرلمان سوف يتصدى لتلك التدخلات. كما شدد العسومي على موقف البرلمان العربي الداعم لمصر في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي من أجل التوصل إلى اتفاق عادل يحفظ لمصر حقها في مياه النيل كما يحفظ حقوق جمهورية السودان. طبعا الحمد لله عقدنا هذه الجلسة الأولى وكانت جلسة بمستوى مهني عالي، وهذه اللي نحرص عليه في البرلمان العربي أن تكون دائما جلساتنا واجتماعاتنا يراعى فيها المهنية. ناقشنا العديد من التقارير الخاصة باللجان، سواء اللجنة السياسية أو اللجنة الاقتصادية أو اللجنة التشريعية أو اللجنة الاجتماعية. هي مثل ما تعرف أنها كانت جلسة أولى وجلسة سريعة، حيث أن اللجان اجتمعت أمس اجتماع سريع، ناقشنا بعض القضايا اللي تخص بعض الدول العربية بناء فيما يتعلق في اللجنة السياسية، مثل قضية دولة ليبيا والقضية الفلسطينية وبعض الجهود العربية في عقد مبادرات تجاه تصفي صالح بعض الدول العربية.